خبرت بيقول لك ان مايند فالي سنتر بتنظم محاضره للامهات بعنوان طفلي والفلوس لتدريب الاطفال على انهم يتعلموا قيمه الاشياء والاستمتاع بيها يوم الاربعاء 15 نوفمبر. خبرتها بيقول لك ان متحف النسيج المصري بينظم احتفالات بمناسبه اعياد الطفوله بعنوان اطفال النسيج يوم الخميس 16 نوفمبر. خبرتها بيقول لك ان ايزي تالنت بتنظم كورس لتعليم الكوره البرازيليه او البرازيليان فوتبول يوم الجمعه 17 نوفمبر.